بوركينا فاسو وعاصمتها واجادوجو. دولة تقع في غرب أفريقيا واسمها يعني بلد الناس النزيهين أو الطاهرين. مساحتها 274,000 كيلومتر تقريبا، وعدد السكان يتجاوز 19 مليون نسمة. تشترك بوركينا فاسو في حدودها مع 6 دول، وهي النيجر، بنين، توجو، غانا، كوت ديفوار، مالي. يوجد في بوركينا فاسو ما يقدر ب 69 لغة، منها حوالي 60 لغة محلية أوسعها انتشارا خاصة في العاصمة هي لغة المور، ولكن الفرنسية هي اللغة الرسمية. ويدين حوالي 60% من السكان بالإسلام، والباقي يعتنقون المسيحية وديانات أخرى. من أهم المدن بخلاف العاصمة مدينة بوبو ديولاسو، وهي العاصمة الاقتصادية للدولة والمدينة الثانية من حيث عدد السكان. ويعد المسجد الكبير واحداً من أبرز المعالم المعمارية في المدينة. مناخ بوركينا فاسو من النوع المداري، ويتميز بفصلين: شتاء جاف وصيف مطير يمتد من يونيو إلى سبتمبر. وتجمع أرضها أودية نهرية عديدة يصرف معظمها إلى نهر فولتا، مثل فولتا الأبيض وفولتا الأحمر وفولتا الأسود. وهناك نهر أوتي الذي يمر خلال دولتي بنين وتوجو، وهو رافد لنهر فولتا في دولة غانا. تعتمد بوركينا فاسو على الزراعة في اقتصادها، ومن أهم منتجاتها الفول السوداني، القطن، الذرة، إلى جانب ثروة حيوانية من الأبقار والماعز والضأن. وتشمل مواردها الطبيعية الذهب والمنجنيز والرخام والفوسفات والملح. وتعد بوركينا فاسو رابع أكبر منتج للذهب في أفريقيا، ويبلغ الناتج الإجمالي لبوركينا فاسو ما يزيد عن 38 مليار دولار. تشتهر بوركينا فاسو بالعديد من الأكلات الشعبية، ومنها ري دو سومبالا ومويكو لوجو. من أهم المزارات حديقة دبليو الوطنية، التي تعد واحدة من مواقع التراث العالمي لليونسكو، ولها حدود مشتركة مع النيجر وبنين. ويتميز الجزء الموجود في بوركينا فاسو بمناطق الصيد والحدائق والمحميات. وتوجد أيضا محمية نايجا التي تحتضن أكبر احتياطي للأفيال في غرب أفريقيا، وتضم بعض الطيور والتماسيح. ويقام المعرض الدولي للفنون والحرف في واجادوجو كل عامين، وهو يعد أحد أهم المعارض التجارية في أفريقيا للفنون والحرف اليدوية. بوركينا فاسو بلد الطاهرين كما يطلق عليها أهلها. إنها أفريقيا، أرض الخير، قلب العالم.